نحن البشر زي الملتقى للهدى والضلال، زي ربنا خلق الملائكة خلقهم عقول ما عندها شهوة، لا يعطون الله ما أمره ويفعلون ما يأمرون. بعدين خلق إبليس وجبيله شهوة بلا عقل دائما في المعصية. بعدين خلق البشر برزخ بين الاثنين اجتمع فيه السماء والأرض، اجتمع فيه الهدى والضلال، جثثية النفس وألهمها فجورها وتقواها. الاثنين الإنسان عنده فجوره وعنده تقواه، مش معناها ألهمه فجوره طوالي بقى فاجر ما بيهتدي، ولا ألهمه هدايته طوالي بقى مهتدي ما بده. مرة يخطي ده الفجور وده من الله، ومرة يصيب ده التقوى وده من الله، وبين الخطأ والصواب يتعلم. ويقول الحديث إن من تخطي وتستغفر فسيئات الله تقوم يخطئون ويستغفرون فيغفر لهم. فكأنما ربنا ألهمنا فجورا وتقوانا، بمعنى أعطانا العقول بجانب التقوى. إذا الله دي بالشهوة دي، الدلع بالزواجية دي شهوة في عقل.